بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 23 بعد 109. نتناول آيات من سورة الأنفال. يحكي الله لنا في سورة الأنفال عن غزوة بدر، وغزوة بدر لم يكن المؤمنون ينوون القتال، إنما حضرة النبي قال لهم سوف نعترض القافلة العائدة من الشام، وطبعا المدينة بين مكة وبين الشام، فاللي راجع من الشام على مكة بيعدي على المدينة. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم احنا هناخد أموالنا بس، لكن زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أن أبا سفيان غير الطريق وذهب إلى مكة وهرب بأموال المسلمين، فخرجت قريش تريد أن تؤدب النبي وأصحابه حتى لا يعترضوا إيه طريقهم. فحضرة النبي بيقول، يقول تعالى في سورة الأنفال الآية 6: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون للموت وهم ينظرون. طبعا الحوار الذي تم في سورة الأنفال مش موجود في السيرة النبوية، يعني تقرا السيره النبويه لابن هشام وتقرا السيره ما تلاقيش الكلام ده، لكن احنا نصدق كلام ربنا. احنا كل اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه هنحارب، قالوا له كلنا هنحارب معاك، لو خضت البحر لخضناه معك، خذ من اموالنا واترك ما تشاء، و و و يعني كل الناس حلوه ومسلمه. امال الناس دي اللي ربنا قال عليهم في سوره الانفال دول كانوا فين؟ واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، يا النصر يا الشهاده، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لك. ذات الشوكه اللي هي المعركه، هما ما كانوش عاوزين معارك، هما كانوا طالعين ياخدوا فلوس بس. عشان كده ربنا بيقول ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. من الاول كده بدات المواجهه، اول مره يواجه المسلمين الكفار. ليه؟ لان هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام قعد 13 سنه في مكه لم يؤذن له بقتال. يخلوه ساجد ويحطوا الاحذيه على راسه ما بيتكلمش، يخلوه ساجد ويجيبوا سلى الجزور او المصارين بتاعه الجزور ويحطوها عليه بتاع الجمل وهو ما بيتحركش. اصحابه يتعذبوا يقولوا نرد نقتل الكفار، قال لا ما تقتلوش حد. 13 سنه بيتعذبوا ولم يؤذن لهم بقتال. فلما ذهب النبي الى المدينه المنوره اذن له بالقتال. دي اول معركه، عشان كده ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول تعالى في الايه 9 من سوره الانفال: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ربنا منزلهم بقى إيه؟ ملائكة على خيل، ها شكلهم شكل الرجال، شافوا حاجات كتير نازلة والمعركة جامدة كده. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ورا بعض. خلاص؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الملائكة مش هتحارب بدلنا. لما نقول له يا رب افتح لنا بيت المقدس مش هينزل ملائكه تفتح بيت المقدس، احنا لازم نفتحه. ها؟ مش زي ما كده دخل اليهود وفلسطين سنه 48 وبعدين اعلنوا الصلاه في جميع المساجد وقيام الليل في جميع المساجد وندعي على اليهود. اقمنا الصلاه في جميع مساجد العالم وقعدنا ندعي على اليهود واليهود زي ما هم. المفروض ان انا بواجه اليهود بايه؟ بالحرب، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مش بالدعاء. اللهم اخرب بيوتهم وشتت شملهم، بقى لنا 50 سنه 60 سنه ندعي عليهم ولا دعوه تستجاب. ايه ده؟ عشان كده ربنا بيقول اني انا هبعت لكم الملائكه اللي انتم عايزينها بس، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الملائكه ما بتحاربش عن البشر. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. يعني ايه وما النصر الا من عند الله؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يصوب رميتي، هو اللي يخلي رميتي صح، وهو اللي يخلي رميتي تطيش. وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ رمى. يبقى النار لا تحرق الا باذن الله. والرصاص لا يقتل الناس إلا بإذن الله. خلاص؟ والطائرة لا تصيب أهدافها إلا بإذن الله. خلاص؟ فعشان كده ربنا بيقول وما النصر إلا من عند الله. وبعدين طبعا الناس خرجت ومغمومة وفي ناس زعلانة قوي. طبعا السيرة النبوية ما ذكرتش الناس دول، وطالعين مغمومين وحزانة، إيه يا رب اللي احنا رايحينه ده وهنحارب وهنتموت و و و. فربنا عمل إيه؟ مطر عليهم شويه مطر. لما مطر عليهم المطره مهمه قوي قوي في الارض الصحراويه الرمليه. ليه؟ المفروض ان الارض الرمليه سخنه وبتغوص، فلما ربنا ينزل مطره هيعمل ايه؟ هيثبت الارض، فيثبت الاقدام. وايه كمان؟ بعض الناس لما كانوا زعلانين قوي ناموا فاحتلموا، الاحتلام خروج السائل المنوي اثناء النوم. فلما صحيوا يعني عاوزين ميه، طبعا كان في بئر بدر وراهم، بس يعني لما ربنا يبعت مطر عمل مطر شديد ثبت به الاقدام وطهر الناس واللي عايز يغتسل كل ده. عشان كده حتى احنا بناخدها في العلاج، لما تلاقي مريض
عنده حمى لو عرق يخف، العرق شفى. ومش بس العرق شفى، وفي بعض الشباب بنقول له ان الاحتلام مره كل اسبوع، ان انت تقوم من النوم تلاقي نفسك محتلم وتغتسل من الجنابه، دي صحه وعافيه. انت مش محتاج تعمل عاده سريه، اللي بيعمل عاده سريه ربنا بيغضب عليه. فعشان كده اذ يغشيكم النعاس امنه، ربنا القى عليهم النوم عشان يريحهم من الغم. كان انا ممكن يبقى عندي مشكله كبيره جدا جدا، لو نمت هخف والمشكله تروح مني. انا بقول دايما الفرق ما بين العاقل والمجنون ان المجنون ما بينامش. يعني الفرق ما بين العاقل والمجنون ان المجنون ما بينامش، ولو المجنون نام يعقل. مشكله المرضى اللي عندهم فشل كلوي وعندهم سرطانات انه ما بيناموش كويس، لو نام كويس وعرق بالليل هيخف. عشان كده ربنا بيقول اذ يغشيكم النعاس امنه. ساعات الواحد بيبقى محتاج ربنا نص ساعه وساعه ينام، ياه فرحان قوي نفسه ينام، ده اللي بيتعب. انما اللي بيقوم من النوم ينام تاني ومراهوش شغلانه، هيعمل ايه بالنعاس؟ اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء، ليه؟ ليطهركم به. الناس تغتسل من الجنابه، الهم والغم والنكد طلع مع الطاقه. عشان كده الناس المتزوجه لما بيبقى عندها هم وغم وكذا وياتي زوجته بيخف. انما اللي ما عندوش حاجه دون بيروح يكسر اي حاجه، يحرق اي حاجه، او يقعد يسمع اغاني لعل الاغاني تنفعه. فعشان كده بيقول اذ يغشيكم النعاس امنه منه، وبعد كده حصل استحلام، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، خرج السائل منه مع الطاقه الزائده وهو ويذهب عنكم رجز الشيطان والوساوس والهلاوس اللي كانت عندكم، وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. ايه رايكم في ده؟ طبعا الايه دي فيها علاج، والله العظيم فيها علاج وفيها شفاء. لما يكون ناس عندها مشاكل، لو عرقت تخف، لو اخرجت السائل منه وزياده تخف، بس مش هنعمل عاده سريه، عشان اللي بيعمل عاده سريه ربنا بيغضب عليه وبيروح النار. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم، يا سلام، فثبتوا الذين امنوا، تثبيت معنوي. يعني انا حاسس بقى ان انا معايا ناس كتير وبتاع، بس انت اللي هتقاتل، ولن يحرر القدس الا المسلمين، ولن نطلب من احد غير المسلمين ان يحل مشاكل المسلمين. ولما يكون في مشكله ناس بتقتتل من المسلمين، يبقى لابد ان يصلح بينهم مسلمين. اقول لكم على حاجه غريبه جدا، في بعض القبائل في القرى بيحصل ما بينهم خلافات وطار وغيره، مفروض نجيب ناس صالحه تصلح بينهم، لو جم ناس نفوسهم مريضه عمره ما يحصل اصلاح ابدا. فما بالك بالامم، ما بالك بالدول، عايز تجيب دول مش عارف من الشرق او الغرب وامريكا وروسيا عشان تحل مشاكل المسلمين، ده هتتعقد اكتر. ده انت جبت العفاريت وحطيتها في ارض المسلمين وشردت المسلمين في كل بلاد العالم. عشان كده مهم جدا جدا توحيد الصف وتوحيد الكلمه. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واحنا في زمان ما احناش عارفين مين اللي في قلب الرعب بالظبط. يعني توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. كل الدول جايه تقتل المسلمين. ما بقاش في ارهاب في العالم غير الاسلام. يعني ما بقاش حد وحش خالص في الدنيا دي غير المسلمين. وبعدين احنا مع مين؟ مع المسلمين ولا مع غير المسلمين؟ يعني تجد الـ 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 الناس يعني استغفر الله العظيم، ما انتش عارف انت مع مين. يعني لما المسلم دمه يراق انت مبسوط؟ لما المسلم يشرد في كل بلاد العالم ويبقوا لاجئين، يعني ينفع كده؟ عشان كده ربنا بيقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. شاق الله ورسوله، شق الحاجه نقصد شق عصا الطاعه. في ناس ما بتحبش الله ورسوله لحد هذه اللحظه. في ناس حتى هذه اللحظه عندهم من الكفار احسن من المسلمين. المسلمين دول ارهاب وناس وحش، انما غير المسلمين الشيوعيه، يعني ايه الشيوعيه؟ اللي بيقولوا لا اله احسن من المسلمين. الشيوعيه احسن من المسلمين. واللي بيقولوا ان ربنا عيله، الاب والابن والروح القدس والعيله احسن من المسلمين. عشان كده بيقول ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. المفروض ان في حاجه اسمها المواجهه. والمواجهه دي يعني زي ما بيقولوا زمان راجل لراجل. كان الجيش بيجي قدام الجيش وقائد الجيش ينازل قائد الجيش، يعني القائد مع القائد، واللي ينتصر ادى علامة ان الجيش هينتصر، اسمها مبارزة القادة. دلوقتي بطلنا مبارزة القادة دي، بقى عندنا ناس تضرب من فوق بالطيارات، وناس تضرب بالصواريخ، وناس تطلع بالاسطول. فانت لو شفت دول تجري وتهرب
طب انت لو جريت وهربت يبقى انت ممن ايه؟ تولى يوم الزحف. لكن ربنا قال لا، ومن يوليهم يومئذ دبره، يعني يهرب، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، يعني هو بيجري عشان يلتحق بجماعه تانية، مش بيجري فرارا ولا خوفا، او متحيزا الى فئه، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ان شاء الله نحكي موضوع غزوه بدر دي في الحلقه القادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.